طيب اللاب الرابع تمام كده جايب لك لاب بقى بس على مين؟ اي جي ار بي. تمام كده بيقول لك دي الشركه بتاعتك شغاله بالاي جي ار بي، بس انا محتاج الراوتر ار 3 ده تمام كده، يبقى نوعه حاجه اسمها ايه؟ ستوب. ستوب يعني محدش يساله عن حاجه، الراجل ده محدش يبعت له كويري، ار 4 ما يبقى عنده شبكه معينه ما يسالش ار 3 ده على حاجه. فانا بيقول لك بروسيس كونفيجريشن ستوب راوتنج كونكتيفيتي وذ نتورك كذا، وبعد كده كمان يو شود زين كونفيجر روت سمرايزيشن اونلي اوفيس راوتر ار 3 كومبليت ذا تاسك مش عارف ايه هاز بين سولف. طيب تعال نشوف هنا جه يعمل، هو كان في مشكله لار 3 ده تمام كده، الشبكات اللي عنده دي ما كانش بيبعتها لار 4 ولا لار 2، فجه يعمل يشوف المشكله، جه يعمل شو راننج، لقاه مشغل ار 3 ده مشغل اي جي ار بي بس قايل له ستوب بس ايه؟ سيف اونلي يعني ايه؟ استقبل بس. هل كده هيبعت الشبكات بتاعته؟ لا. فاول حاجه عشان احل المشكله واخليه يبعت الابديت اللي عنده هقول له شيل ريسيف اونلي دي وخليها بس ايه؟ ستوب. ستوب يعني ابعت الكونكتد بتاعك، لو في سمري وفي كونكتد ابعته. طب يبقى دي اول مشكله اتحل. المشكله الثانيه عايزه يجمع الشبكات اللي عنده وبعتها كسمري، فهنا جه عند الراوتر ار 3 عمل شو اي بروت، لقى في شبكه بدايتها 10 2 و10 2 2 و10 2 3 و2 4 و2 5. طب ما هو بدل ما شبكات كتير كده مش ممكن يجمعهم كلهم في شبكه واحده؟ صح كده. فبص هنا جه عند الراوتر ار 4 اهوت اللي هو المفروض بيبعت الابديت ده، قال له بعد اذنك دخل على الانترفيس سيريال 0 على 0 اي بي سامري ادرس اي جي ار بي 123 وكتب السامري ده 10 2 0 0 255 255 كده مثبت له كام خانه؟ خانتين. ده هو يعني كده يعني جابها بمجرد النظر اللي هو ايه؟ مش كلهم بدايتهم 10 2؟ صح؟ بدل ما يفك بقى 3 و2 و4 و5 و6، مش كنا بنفكهم كلهم باينري او اصغر رقم واعلى رقم ونشوفهم يا ترى هيبقوا مشتركين في كام خانه؟ لا، الراجل ده جابها بمجرد النظر، مش كله بدايته 10 2؟ تمام. فراح جاي عند ار 4 قال له ما تيجي تطلع حاجه من الانترفيس ده ابعت لي السمري ده هو بس 10 2 0 0 بس اللي هو استاذ 16. فما جه يعمل شو اي بروت بعد كده عند ار 3 لقى فعلا شبكتين بس 10 2 استاذ 16 و2 3 دول الكونكتيف بتاعته. كده فهنا كل اللي انت هتعمله نو اي جي ار بي ستوب ريسيف اونلي، شيل امر الريسيف اونلي بتاعك تمام كده وخليها ايه؟ ستوب بس تمام كده. وبعد كده اعمل مانوال سامري على الراوتر اللي هو كام؟ ار 4 تمام، بس على الانترفيس اللي وصل لمين؟ لار 3. ها؟ وضحت؟ تمام. ادي اللاب بتاع الاي جي ار بي ستوب.